الضابط العسكري أطلق حملة لتفتيش على خلايا داعش الإرهابية، الخلايا الموجودة بالرقة وريف الرقة. طبعا تضمن ريف الرقة اللي هي تل السمن، حزيمة، الحرية، الحد، السلحبية. الهدف منها الحملة لتفتيش على خلايا داعش الهربانين طبعا، وقبضنا على بعض من الأشخاص وسلمناهم للجهات المعنية، ولقينا بعض من الأسلحة، أسلحة، بواريد، مسدسات، كمية من الطلقات. طبعا هدف المجلس العسكري بالرقة لتنظيف الخلايا الموجودة لداعش وتأمين الحماية والاستقرار لأهالينا بالمنطقة وأهالي الرقة وريفها والموجودين، ونسهر ونقف على حماية أهلنا والمنطقة على هبة الاستعداد.